أهلا بكم. ماذا قدمت حكومة السودان للعراقيين بعد مرور أكثر من نصف سنة على تشكيلها؟ ماذا يريد المواطن من هذه الحكومة؟ هل يريد وعودا وقد سئم الوعود؟ سئم الوعود من أكثر من 20 سنة من حكومات حققت من وجهة نظر الشعب العراقي كأس العالم بالفساد والرشوة وانعدام معايير العدالة؟ هل يريد الشعب من رئيس الحكومة أو من الحكومة أن تظهر على شاشات التلفزة لترسل إليهم التهاني بإقرار الموازنة وتبشير العراقيين بالأخذ بنظر الاهتمام؟ أولويات تمس معيشة المواطنين ومتطلباتهم وتقديم الوعود الرنانة بتلبية طموحاتهم الإنسانية واحتياجاتهم، فيما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع خدمات وبنى تحتية. فقد كشف مسؤول في وزارة الكهرباء على سبيل المثال، ونحن نتحدث عن قطاع الكهرباء هنا، كشف عن إنفاق العراقيين نحو 2 مليار دولار شهرياً فقط على المولدات الأهلية بحسب موقع ميديا لاين الإخباري الأمريكي. جاء ذلك ليكشف ويسلط الضوء على المعاناة التي تواجهها العوائل العراقية مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي رغم إنفاق الدولة من أموال الشعب مليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى صفقات شراء الكهرباء من بلدان مجاورة. هذا عن الكهرباء فقط، وحدث ولا حرج عن قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع التعليم وقطاع الصحة وإلى آخره. يتساءل العراقيون ماذا قدمت حكومة السودان للشعب؟ هل نجحت في القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة؟ هل تختلف عن سابقاتها من الحكومات بعد احتلال العراق؟ هل نجحت في توفير الخدمات؟ هل استطاعت إخراج قرارها من سطوة الأحزاب وهي التي خرجت من هذه الأحزاب؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام السؤال التالي بعد أكثر من نصف سنة: ما هي إنجازات حكومة السودان في العراق؟ سيكون معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيوفكم الذين سينضمون إلينا في هذا البرنامج. حياك الله أستاذ. وأرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النائي، عضو الميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بعد أكثر من 20 سنة وحكومات ما بعد احتلال العراق، يسمع العراقيون منها جعجعة ولا يرون طحينا. مليارات الدولارات من أموال ذهبت هواء في شبك وفي جيوب الفاسدين. حكومات عكف على وصفها العراقيون بحكومات الفساد، فهي تأتي بترشيحات من الأحزاب المتنفذة وبتزوير الانتخابات، هكذا يصفها العراقيون. بلد يطفو على بحر من النفط وشعب فقير وحكومات لا يصدر منها سوى الوعود. ماذا قدمت حكومة السودان للعراقيين بعد مرور أكثر من نصف سنة على تشكيلها؟ ماذا يريد المواطن من هذه الحكومة؟ هل يريد وعوداً وقد سئم الوعود من أكثر من 20 سنة من حكومات حققت من وجهة نظر الشعب العراقي كأس العالم بالفساد والرشوة وانعدام معايير العدالة؟ هل يريد الشعب من رئيس الحكومة أن يظهر على شاشات التلفزة ليرسل إليهم التهاني بإقرار الموازنة وتبشير العراقيين بالأخذ بنظر الاهتمام أولويات تمس معيشة المواطنين ومتطلباتها وتقديم الوعود الرنانة بتلبية طموحاتهم فيما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والبنى التحتية؟ فقد كشف مسؤول في وزارة الكهرباء عن إنفاق العراقيين نحو 2 ملياري دولار شهرياً على المولدات الأهلية بحسب موقع ميديا لاين الإخباري الأمريكي، ليسلط الضوء على المعاناة التي تواجهها عوائل عراقية مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي رغم إنفاق الدولة من أموال الشعب مليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى صفقات شراء الكهرباء من بلدان مجاورة. أستاذ مصطفى، هذه الحكومة، حكومة السودانية، هل تختلف عن سابقاتها بشيء؟
الحقيقة موضوع أن أو السؤال عن الاختلاف وعن أن هل قدمت الحكومة أو هذه السلطة قدمت شيئا مختلفا للعراقيين، هذا حديث ممكن يطول لساعات طويلة، ويمكن أيضا اختصاره بثلاث كلمات: هذه الحكومة أو هذه السلطة لم تقدم شيئا. ويمكن الإضافة على هذا الكلام بثلاث كلمات أخرى: لم تقدم شيئا ولن تقدم شيئا أيضا. يعني دون الخوض في تفاصيل كثيرة ربما لا يستوعبها الحديث في هذا البرنامج، هذه السلطة وأي سلطة الحقيقة في هذا النظام الذي أسس بعد احتلال العراق، هذه المرحلة من مراحل التسلط والذي فرضه الاحتلال الأمريكي والإيراني على العراق لن تختلف بشيء عن سابقاتها لسبب بسيط ولكنه جوهري ومهم. هذه السلطة يعني تشكلت بآليات وقامت على عوامل هي نفس الآليات التي تشكلت بها السلطات السابقة ونفس العوامل التي حكمت وقامت عليها السلطات السابقة في العراق، وبالتأكيد هذه العوامل والآليات لن تسمح لأي فرد بتقديم خدمة مناسبة للعراقيين. هذه السلطة والتي قبلها كلها غير راغبة بإنجاز شيء للعراقيين، وهذا هو هدف أساسي من أهداف المشروع الاحتلالي في العراق، وهي غير قادرة على ذلك أيضا، بمعنى أنه حتى لو كان هناك شخص مخلص للعراق ويريد أن يقدم شيئا إيجابيا أو أن هناك شخص أداؤه يختلف عن أداء الآخرين وطبيعيا يختلف أداء الناس، فإنه لن يستطيع لأنه محكوم بضوابط هذا النظام الصارم، هذه الضوابط ضوابط صارمة، الضوابط يعني التي قام عليها هذا النظام، نظام السلطات التي أسست بعد الاحتلال، هذه الضوابط هي ضوابط الفساد والمحاصصة والتجهيل والتخريب ونشر الطائفية بين العراقيين والارتهان للأجنبي الأمريكي والإيراني تحديدا. وبالتالي هذا النظام الذي أوجده الاحتلال وعني به المشروع السياسي المسمى العملية السياسية في العراق مصمم على خراب العراق وقائم على هذه الأسس التي لن تقدم خيرا للعراقيين على الأطلاق. أستاذ عبد القادر النايل، يعني عندما يهنئ رئيس الحكومة العراقيين ب إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات قادمة، هل هذا ما يريده المواطن العراقي من حكومة السوداني ويثبت بأن هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها من الحكومات التي جاءت؟ بدءا دعني أهنئكم بعيد الأضحى، أضحى مبارك عليكم وعلى ضيفك وعلى مشاهديكم الكرام، ومن خلالكم نهنئ الشعب العراقي بعيد الأضحى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهم وقد عاد وطنهم إليهم، وهم يرفلون بالأمن والازدهار والتقدم، وأن يبعد عنهم الفاسدين والمفسدين الذين دمروا العراق، ونهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. آمين. من المعلوم تماما أنه حقيقة الأثر يدل على المسير، وعندما نتكلم عن الموازنة التي فرح بها وطبل لها السوداني ومن خلفه الإطار التنسيقي وبعض الأحزاب، ترى أن هذه الموازنة تفتقر إلى إيجاد تطور العراق، لأنه كما معلوم أنه أي نظام سياسي أو أي عملية سياسية أو أي حكومة تذهب باتجاه ثلاثة محاور أساسية في بناء إنجازات يمكن أن تحقق مردودات حقيقية على الشعب العراقي، سواء كان البنى التحتية التي تمثل الطرق، الجسور، المستشفيات، تمثل مياه الشرب، وكذلك وهي ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وهي التي ترفع القطاعات المهمة كالقطاع الصحي والزراعي والصناعي، فضلا على أنها تحد من عمليات الفقر التي تنتشر في العراق بنسب كبيرة ومخيفة، لا سيما ونحن أمام ارتفاع مذهول للبضائع والسلع الأساسية في العراق بسبب انهيار الدينار أمام الدولار وعدم السيطرة عليه إلى هذه اللحظة. وبالتالي هناك أيضا هذا لن يتحقق إلا بالبنى الفوقية، وهنا نعني بها المؤسسات التشريعية والقوانين والأنظمة بما معنى مؤسسات الدولة التي تتحكم في تنمية البنى التحتية
وهم بالتأكيد أي حكومة قادرة على ذلك من خلال شهر 30 يوما أن تضع مسارا واضحا لها، ويمكن أن لكل متتبع أن يرى أن هذا المسار هو الذي سيكون صحيحا. وبالتالي هناك قضية أيضا دمرت منذ 2003 إلى هذه اللحظة، وهي البنى الاجتماعية. أشار ضيفك إلى الطائفية، إلى عمليات النهب والسرقة، إلى عمليات الإعلام الباطل الذي من خلال وسائل التواصل في تصدير بعض حقيقة الجهال الذين يصور أنهم هكذا هي ثقافة الشعب العراقي من خلال الفانيستا وغيرها من الأمور الحقيقة المخجلة. هذا كله حقيقة نتاج هذا التدمير، نتاج 20 عام. فعندما نرى أن موازنة لا تتضمن عمليات حقيقية لإعادة البنى التحتية، لا يمكن أن تكون موازنة يبشر فيها العراقيون. العراقيون الآن ضالعون، صغيرهم وكبيرهم ضالعون في عملية متابعة سير منهج الحكومات، لأننا حقيقة يعني سئمنا من الأكاذيب وسئم الشعب العراقي من كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 على أنهم عندما سيكونون موجودون أو موجودين سيتم هناك حملة إعمار، حملة تقليل الفقر، حملة صناعة الفرص للعمل. كل هذا حقيقة أكاذيب، ما أن تنتهي الدورة الحكومية إلا وقد انتهت هذه الأكاذيب بالمطلق، بل بالعكس نجد أن الفساد والسرقات مهولة من خلال الميزانيات الكبيرة التي دخل العراق. نحن نتكلم يا سيد الكريم عن أكثر من 1000 مليار دولار دخل العراق، ولم يجد العراقيون سوى أن بغداد التي لا زالت من باب أولى أن تقوم الحكومة بإعداد خطة لإرجاعها. من ضمن الإنجازات التي تحدثت بها الحكومة، هل حققت هذا الشيء وأرجعت أموال العراقيين؟ عندما تتحدث التقارير الدولية عن نحو 1100 مليار دولار تبخرت لا يعلم أين ذهبت من أموال الشعب العراقي، هل هذا هو النجاح الذي تتحدث به الحكومة وأنها سوف تكون مختلفة عن من سبقها؟ الشواهد واضحة ميدانية، أطلق نور زهير وغيره من الفاسدين بصفقات كبيرة تماما، وهم وأعيدت أملاكهم الذي سرقوها من المال العراقي، فكيف لهؤلاء أن يعيدون؟ وهل يستطيع السوداني محاسبة المالك الذي رسميا اللجان البرلمانية وهم في العملية السياسية يعترفون باختفاء من 300 إلى 400 مليار دولار في زمن حكومتي المالكي؟ هل استطاع السوداني أن يفتح هكذا تحقيقا؟ بالتأكيد هم يتسترون على الفساد، ولذلك حقيقة عندما نقرأ الميزانية المالية نجد أن السوداني بعيد كل البعد عن أي خطوات لإعمار العراق أو أي خطوات أخرى يمكن أن تحسب إنجازه. المثير للسخرية أن السوداني يفتخر خلال أكثر من 6 أشهر تم تعبيد 270 كيلومتر من الطرق الموجودة في بغداد. يعني هذه حقيقة هو يتناسى أن بغداد لديها مشكلة الصرف الصحي بشكل كبير تماما، يتناسى إلى هذه اللحظة البصرة وفي غضون ربما أقل من شهر في دول تحترم شعوبها يتم إنشاء محطات ماء لإيصال الماء الغير مالح. البصرة اليوم لا تريد ماء صالح للشرب، تريد ماء غير مالح. مهمة جدا أستاذ عبد القادر نايل، يستطيع توفير هذه الأمور، كيف لهم أن يفتخروا؟ من حق أي شعب في أي بلد أن يفتخر عندما تحقق حكومته إنجازا له من نوع خاص يواكب التطورات والبيئية، يواكب التطورات والتحديات الحالية التي يمر بها العالم. يعني هناك تجارب دول عظمى، إذا كنا نريد أن نتحدث عن باكستان، نتحدث عن الهند، نتحدث عن سنغافورة، نتحدث عن دول لا تمتلك ما يمتلك العراق من ثروات نفطية عظيمة. تتحدث الحكومة عن إنجازات أستاذ مصطفى، اسمح لي أستاذ عبد القادر سأعود إليك مرة أخرى، ما هي إنجازات هذه الحكومة؟ تبليط شوارع أم ماذا؟ ما هي الإنجازات التي حققتها؟ يعني ما يجري الآن من تبليط شوارع، إعادة صبغ لواجهات مباني، زرع حشائش في المنتزهات، ما شاء الله، ربما غصف أرصفة، إنجازات للشوارع. عظيمة هذه. هذه الحقيقة هذا ليس بناء ولا إعمارا ولا تقديم خدمات،
هذا الهدوء أيضا الهش الذي يعيشه العراقيون الآن هو ليس تحقيق للأمن، وإنما هو سطوة وإرهاب، وهو توافق للميليشيات التي كانت تعبث بهذا الأمن، أمن العراقيين. هذا دليل على أن هذه الميليشيات التي توافقت الآن وبنت هذه السلطة وشكلت هذه السلطة هي من كان يعبث بالأمن في العراق، والدليل على ذلك أنها عندما توافقت هدأت الأوضاع الأمنية. ما يطلبه العراقيون هو في الحقيقة هو إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها العدوان، وقبل دمرها الحصار الظالم الشامل الذي كان مفروضا على العراق، والذي كان القائمون على السلطة الحالية وعلى كل السلطات التي سبقتها منذ الاحتلال كانوا يطالبون بتشديد هذا الحصار على شعب العراق. ما يريد العراقيون هو إعادة بناء القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية التي دمرها المحتلون وعملاء المحتلين، لكي تستوعب هذه القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، تستوعب الآلاف من شباب العراق أو عشرات الآلاف من شباب العراق الذين يتخرجون كل سنة من الكليات والجامعات والمعاهد ويبحثون عن فرص عمل. الآن يجري توظيفهم في بطالة مقنعة تضيف مزيد من الأعباء على الميزانية العراقية، على الشعب العراقي، تهدر ثرواته وتستنزف موارده. هذه الميزانية التي يعني أشرت إليها حضرتك وتحدث عنها الدكتور نايل، هذه ميزانية معظمها ربما 70% أو 80% منها مخصص للقطاع للجانب التشغيلي وليس للبنى التحتية. العراقيون أيضا يريدون الإحساس الحقيقي بالسيادة والكرامة الوطنية والرفعة التي افتقدوها منذ احتلال العراق. حينما دخل الوطن في خانق مظلم، الحقيقة هذا الخانق المظلم ليس فيه من علامة مشرقة طيلة هذه السنوات العشرين إلا المقاومة الوطنية العراقية والرفض الشعبي لهذه السلطات عبر أشكال عديدة من الرفض والمقاومة. ما يريده العراقيون ليس رصف أرصفة كما يقال أو تبليط شوارع أو إعادة صبغ لواجهات أو زرع حشائش في متنزهات، ولا تعيين آلاف جدد من جيوش البطالة المقنعة التي يعني سيأتي يوم بدون رواتب أصلاً. ليس هناك رواتب وتخصيصات رواتب لا تكفي. حتى لو خصصت سيأتي يوم لن تتمكن هذه السلطة من دفع رواتبهم، لأنها في هذه الجيوش من العاطلين عن العمل في الحقيقة في تزايد مستمر لإلهاء الناس يعني وهذا استيعاب الغضب الشبابي على هذه السلطة، ويتضارب مع أي قانون للتنمية. ليس هناك قانون يقول أنت عين أحد وأعطيه مرتب، وليس هناك إنجاز، ليس هناك يعني إنتاجية. يعني حتى تكون الأمور واضحة، كان التوزيع الطلبة في المراحل التي سبقت احتلال العراق على مدى عقود كان توزيع الطلبة من الناجحين من الثانوية العامة إلى الجامعات، والمتخرجين من الجامعات إلى سوق العمل، ثم إلى اختيار يعني توجهات الدراسات العليا وحتى موضوعاتها، كان يجري بالتنسيق وبفهم سوق العمل العراقي، ما هي احتياجات خطط التنمية العراقية، وليس مجرد تعيين أعداد هائلة في وزارة كذا أو وزارة كذا دون الحاجة إليهم. كان هناك يجري ماذا تفعل وزارات التخطيط في الحكومات في دول العالم؟ تخطط بناء على احتياجات المؤسسات الأخرى الحكومية الأخرى، نعم، وعلى احتياجات أيضا القطاع الخاص. وعلى في العراق كان هناك ما يسمى بالقطاع المختلط المشترك بين الحكومة، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كل هذا يجري بتنسيق وبتخطيط مسبق بحيث لا تكون أعداد الشباب
لا تكون هناك بطالة ولا تكون هناك بطالة مقنعة كما يجري الآن. نعم. الآن توجد أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل تماما، وهناك أعداد كبيرة جدا أيضا من البطالة المقنعة، حيث يجري تعيينهم في مؤسسات حكومية دون يعني سبب حقيقي. نعم. للتعيين، ترهق الدولة ميزانيتها، الدولة بين قوسين طبعا، ترهق ميزانيتها بهذه الرواتب، رواتب هؤلاء الموظفين وجيوش البطالة المقنعة، وتمنع، وهذه قضية بالغة الأهمية، تمنع التنمية الحقيقية في العراق. هذه الطاقات الشابة يجب أن توجه إلى قطاعات صناعية وقطاعات زراعية وقطاعات، وهذا حتى خدمية. ما يقوله صندوق النقد الدولي على فكرة، يعني والقطاعات هذه، القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، دمرت عن قصد بالمحتلين، بيد المحتلين، ودمرت عن قصد بيد عملاء المحتلين، لكي يبقى اقتصاد العراق مرتهنا للخارج. يبقى اقتصاد العراق مرتهنا إلى الخارج. دعني أن تحول بالسؤال للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، إذا تذكر هناك الكثير من السياسيين السابقين، منهم من كان رئيس مجلس أو رئيس البرلمان سابقا، تحدث وقال في مرة من المرات في أحد اللقاءات بأنه نحن كمعارضة عبارة عن مقاولين تفليش، جئنا لنفلش العراق، جاء بنا الاحتلال الأمريكي، وظيفتنا هو تفليش العراق. هذا بالنص مثل ما قاله. عندما ننظر إلى تجارب دول متقدمة كالهند، الهند فيها مشاريع تواكب البيئة والتحديات البيئية وتحديات شح المياه. على سبيل المثال، من هذه المشاريع أنهم يغطون مجاري الأنهار بخلايا الطاقة الشمسية لكي يستفيدوا من الطاقة الشمسية نمبر 1، ويمنع تبخر الماء نمبر 2، يعني بالحالتين يقدمون إنتاجية لبلدهم. هناك طاقات بشرية تعمل، العراق فيه طاقات بشرية وفيه عقول، ولكن هل دوامة الفساد التي جاء بها نظام المحاصصة تمنع تفعيل هذا الأمر، ليكون المواطن العراقي كطالب أو كخريج يطمح فقط بأن يتعين ويحصل على مرتب ببطالة مقنعة، لا يقدم إنتاجية للبلد، لا يهمه ما يجري من تحديات عالمية كشح المياه، كجفاف، كتأثيرات مستقبلية على الاقتصاد؟ كيف تنظر يعني إلى آثار الحكومات منذ عام 2003 وحتى ختامها حكومة السوداني، وربما ليست ختامها، كيف تنظر إلى آثارها على الاقتصاد، آثارها على البيئة العراقية؟ هناك موضوع مهم تماما أشرت إليه في سؤالك عن سبب التدمير. احتلال العراق ربما تختلف المصالح ما بين أمريكا، إيران، الكيان الصهيوني ضمن أجندات معينة، وهذا الاختلاف اختلاف حسب المصالح، لكن هم يجمعون هؤلاء الثلاثة على أن تدمير العراق يصب في مصلحتهم بشكل واضح تماما. وهذا حقيقة ما جعل الارتهان الخارجي مثلا لإيران، لأمريكا، لغيرها، لأن هؤلاء الذين جاءوا من 2003 إلى يومنا هذا جاءوا بمشروع التدمير المتفق عليه. وتعلم تماما مصطلح المدمرون لا يعمرون، هذا هو الأساس في أصل العملية السياسية. لذلك حقيقة عندما أشار ضيفك الكريم الأستاذ مصطفى كامل على أن البطالة المقنعة من خلال التوظيفات، أضيف على أن هذه التوظيفات هي مدتها 3 سنوات وليست تعيينات دائمة، أي هو رهنها السوداني بوجوده، وبالتالي عندما سيغادر بعد 3 سنوات ستكون هناك مشكلة كبيرة. لذلك حقيقة هؤلاء يقنعون هذه البطالة متقصدين أن يصرفون كفاءات الشعب العراقي. نحن نتكلم إلى هذه اللحظة، أسرار نهضة الدول هي العراقيين، سواء في الجانب الهندسي أو الطبي أو العلمي والعلوم الأخرى. دول إلى هذه اللحظة لا زالت هي التي باكورة نهضتها العمرانية، ماليزيا، غيرها من الدول العربية، كلها لكفاءات عراقية. العراقيون حاليا الآن في العراق هناك كفاءات كبيرة تماما يمكن أن تستخدم في تنمية القطاع الزراعي أو الصناعي أو غيرها، وإيجاد فرص عمل بعيدة كل البعد عن هذه البطالة المقنعة التي أشير إليها. يعني اليوم لو نتكلم عن 15,000 مصنع عراقي بالأسماء،
الجدوى الاقتصادية لأحد الاقتصاديين توفر 500,000 وظيفة، بما معنى أننا سننقذ وسيكون هناك عمل ل500,000 عائلة في العراق. هذا بعيد عن ميزانية الدولة بالكامل، لأن هذه المصانع هي مصانع هي تعتمد على أنفسها في الإنتاج المالي وفي الإنتاج الصناعي. هناك مشروع قدم في كلية الزراعة في جامعة الأنبار على أن يمنح الطلبة خريجي الزراعة أراضي زراعية، ويكون لديهم هذه الأراضي بطريقة الاستثمار يزرعونها ويدعمون بهذا الإطار. رفض بالكامل، بينما تمنح جهات دينية كالعتبات في كربلاء، تمنح آلاف الدوانب بل مئات الآلاف في الرحالية والنخيب، لأنهم يريدون تغيير واقعا معلوما على أسس طائفية، بينما تمنح شركة المهندس تابعة لميليشيات في بادية السماوة أراضي زراعية من أجل تأسيس معسكرات لتهديد دول مجاورة كالسعودية والكويت وغيرها، وترسيخ قواعد عسكرية في بادية السماوة، وهذا الموضوع خطر تماما، لشركة مهندس لشركة تابعة لميليشيات منفلتة ومسلحة مرتكبة لانتهاكات حقوق الإنسان. إذا هؤلاء يريدون تخطيط إزالة الشباب عن واقعهم العملي، وبالتالي بإيجاد هكذا وظائف. آثار هذه الحكومات أنها أساسا جاءت لتدمير العراق. ولذلك أشرت لك في بداية الكلام الميزانية التي تفتقر، وهي أحد إنجازات السوداني إقرار ميزانية 3 سنوات بواقع عجز 64 تريليون دينار لكل سنة، لا توجد قانون الموازنات، قانون إدارة الموازنات وهو قانون رسمي، لا يمكن لأي موازنة أن تتجاوز 3%، هي تجاوزت 17% للعام الواحد. من أين سيأتون بهذه النواقص؟ سيأتون من خلال الديون الخارجية. ارتهان العراق أكثر إلى صندوق النقد الدولي الذي لم يسمح له في فترة الحصار الحانكة الظالمة، لم يسمح لصندوق النقد الدولي أن عندما قدم عروضا لأن يدخل على القطاع المالي، وبالتالي أن هذا الصندوق هو عبارة عن احتلال اقتصادي. هؤلاء حقيقة يرهنون العراق ومقدراته لصالح من جاء بهم إلى السلطة. لذلك حقيقة أضيف إلى ضيفك الكريم أنه تكلم بإنجازات الصبغ وزراعة الحشيش، لا، هناك إنجاز كبير للسوداني. هذا الإنجاز عندما سدد أكثر من 3 مليار دولار لإيران، ما يسمى الأموال المجمدة أو الديون على العراق من خلال، ولذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني أن العراقيين سددوا جميع المبالغ المتعلقة بتزويد الغاز للعراق لإنتاج الكهرباء، وبالتالي عملية رفع إنتاج الكهرباء من 15,000 متر مكعب إلى 50,000 من إيران. لماذا هذا الارتفاع في زمن السوداني؟ إذن هم يريدون ويستعجلون في إقرار الموازنة بإعطاء ديون الغير، لأنهم مرتهنون لهذه الدول التي جاءت بهم. لذلك حقيقة ما نتكلم عليه أن السوداني ليس لأننا نناهض هذه العملية السياسية ولأننا ضد آليات تشكيلها ولأنها لم تكن إلا نظاما تابعا لهذه الدول، ونريد نظاما وطنيا والشعب العراقي يجمع على هذا بطريقة واضحة. لا، لو كان هناك إنجازا للسوداني لذكرته لك بالتفصيل، لأنه هذا هو الإنصاف، أن نتكلم حتى على من نخالفهم. لكن للأسف الشديد 8 أشهر على حكومة السوداني ولا إنجاز، ولا يوجد طريق نحو أي إنجاز. حتى مسألة تعبيد الطرق هي مسألة وقتية، يعني لم يتم إنشاء الطرق، إنما جرى فقط إكساء، وهذا حقيقة فساد وباب آخر من عمليات الفساد والسرقة واللصوصية التي تمارسها هذه السلطات وأحزابها على العراق. لذلك حقيقة نعم، ابقى معي سعود عبد القادر. نعم، ابقى معي لو سمحت سعود عليك مرة أخرى. فيما يخص موضوع إقرار قانون الموازنة، لماذا 3 سنوات؟ اختاروا 3 سنوات ولم يختاروا سنة واحدة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أنا تحدثت أن البرنامج أو المشروع الأساسي في العراق، مشروع الاحتلال والغزو، هو مشروع تخريب العراق وتدميره. ربما تكون الكلمة التي أشرت إليها، كلمة العميل محمود المشهداني، في أننا متعهدون لتهديم العراق وتفليش العراق، ربما وهو يثرثر كثيرا ويتجنى كثيرا على شرفاء العراق، ربما هذه الكلمة هي أصدق كلمة قالها في حياته.
هو لأنه جزء من هذا المشروع الاحتلالي التدميري، فهو يعرف جيدا خفايا هذا المشروع وهو ضالع فيه باعتباره جزءا منه وليس مطلعا عليه فقط. فهو بالتأكيد مشروع لتهديم العراق وتدميره، وكما قلنا جرى تهديم كل المعالم الاقتصادية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فضلا عن الجوانب المعنوية التي جرى تهديمها في العراق، ولكن كل معالم الحضارة المادية في العراق التي أنشئت خلال العقود الثمانية من دولة العراق الوطنية قبل غزو العراق كلها دمرت لأجل تحقيق هذا المشروع، مشروع هدم العراق ومحوه تماما من الخارطة. وهم يستخدمون كلمة لو ينتبه إليها وينتبه إليها السادة المشاهدين، وهي كلمة بناء العراق الجديد. هذا العراق الجديد هو العراق المقطوع تماما عن جذوره، المخلق المصنع تصنيعا لا علاقة له لا بجذوره التاريخية ولا بانتمائه الحضاري لأمته العربية ولا بانتمائه الروحي للدين الإسلامي وللقيم السامية التي يؤمن بها معظم العراقيين. إجابة على سؤالك لماذا 3 سنوات؟ لو تذكر حضرتك ويذكر السادة المشاهدين الكرام، عندما جرى اقتراح إنشاء سلطة السوداني قيل أنها سلطة لمدة سنة واحدة وتجرى انتخابات بعد ذلك. بقرارهم لهذه الميزانية ل3 سنوات هم يؤكدون قضيتين. القضية الأولى والأهم أنه لا توجد هناك انتخابات قادمة خلال السنوات الثلاث، بمعنى أنهم مسيطرون على وضع العراق لمدة 3 سنوات. ضامنون ذلك. ضامنون ذلك. والآن يجري الحديث عن انتخابات مجالس محلية، ولا يجري الحديث على الإطلاق على مجال على برلمان جديد، بصرف النظر عن موقفنا من أصل العملية الانتخابية وأصل العملية السياسية بالكامل. ولكن الآن لا يجري الحديث عن انتخابات برلمانية تهيئ لسلطة جديدة كما قيل عند اعتماد السوداني قبل بضعة أشهر. النقطة الأخرى، هم يريدون السيطرة على أكبر قدر ممكن من موارد العراق خلال هذه السنوات الثلاث، لذلك جرى اعتماد هذه الميزانية لمدة 3 سنوات، وهي ميزانية تصل إلى 450 مليار دولار أو ربما أكثر. والإشارة التي تحدث بها الزميل النايل في حديثه، إشارته إلى شركة المهندس، هذه شركة حقيقة بالغة الخطورة، هذه شركة تستولي على كل المال العام وكل مناحي في كل مناحي الحياة في كل مفردات الحياة، لأنها شركة غير محدودة الأطر النهائية. هي تتدخل في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في المجالات التجارية، في المجالات الخدمية، في مجال البناء، في كل المجالات. لذلك ستجري عملية مناقلة هائلة، وهذه المعروف أن هذه الشركة تحت سيطرة الميليشيات. طيب. ستجري مناقلة هائلة في كل أبواب الميزانية العراقية لمدة 3 سنوات لصالح هذه الشركة. نلاحظ أنه هذه الحكومة، حكومة السوداني، تتميز عن سابقاتها بشيء ربما هو شيء لم نعهده في الحكومات التي سبقتها، وهو موضوع التسويق. يعني دائما ما نلاحظ في وكأنه العراق وصل الآن إلى مرحلة انتهت المشاكل، المواطن العراقي لا يعاني من أي مشكلة، تضخيم في موضوع أمر أنه رئيس الوزراء الحالي هو الحلال لأي مشكلة في العراق. هذا نلاحظ هذا الأمر إعلاميا موجود، عندما تكون هناك دراسات استقصائية تتطلب يعني جمع استطلاعات، جمع يعني عمل استبانات، تلاحظ أن الشارع العراقي يعني دائما ما يقول بأنه الكهرباء غير مستقرة، الاقتصاد في تدهور، التعليم في تدهور، المدرسين الخصوصيين نهبون، الوضع مأساوي في العراق، الحر شديد، الفساد، الرشوة. ولكن يا ترى
هل ترى أن موضوع هذا التسويق جديد فعلا أم أنه قديم؟ هو منذ بدء احتلال العراق جرت عمليات تزويق لأجل التسويق في كل السلطات السابقة، ولكن مع كل مرحلة من مراحل هذا التسويق يجري اختراع أساليب جديدة ويجري استخدام مستحضرات تجميل جديدة. لذلك استخدم بشكل كبير في عهد الكاظمي. عهد الكاظمي يعني لم يقدم على الإطلاق أي إنجاز للعراقيين. نعم. على الإطلاق، يعني إن كان هناك إنجازات بسيطة لسلطة السوداني بصبغ شوارع، بتبليط شوارع، إكساء شوارع، ولكن بدأ الأمر بدورة الخليج، بكأس الخليج مع حكومة السودان. نعم. يعني أنا أقول أنه في كل مرحلة هناك أنواع من أنواع التزويق لأغراض التسويق. مع سلطة الكاظمي كان هناك تسويق هائل مع صفر إنجازات، بل كان هناك يعني تدمير لما هو منجز، استمرار للتدمير. هذه السلطة استمرارا لعملية التزويق والتسويق أيضا يجري تضخيم هذه الإنجازات بين قوسين، التي هي كما قلنا إكساء شوارع، رصف أرصفة، بصبغ واجهات، يعني زرع حشائش في الحدائق العامة. طبعا هذه مهمة ومطلوبة، ولكن هذه ليست هي التي يطلبها العراقيون في هذه المرحلة. العراقيون يحتاجون إلى مشاريع تنموية حقيقية، وكما قلنا إعادة بناء البنية التحتية التي دمرت بالحرب والحصار. طيب. اسمح لي فقط هناك فقط يعني بهذه النقطة المهمة أن أنتقل للأستاذ عبد القادر نهائي لكي يعرف رأيه فيما يخص موضوع أنه التسويق للسلطة بحيث أنه المحارب للفساد وأنه المنقذ للعراقيين. يا ترى أستاذ عبد القادر، هل استطاعت فعلا حكومة السوداني إخراج مفاصل الدولة من أنياب الأحزاب المتنفذة، وهي أصلا كما هو معلوم هي هذه الحكومة منبثقة من الأحزاب؟ يعني إجابة على هذا السؤال المهم أضرب لك قصة لواقع رجل أعمال صغير، يعني صغير بالشركة، وحيلت عليه أحد الأعمال في أحد الوزارات، وبالتالي ضمن السياقات القانونية يذهب إلى توقيع العقد. عندما ذهب قال له المدير العام لتوقيع العقود: أين الضامن السياسي من محافظتك؟ أي لا يتم السماح له، وهو من الأنبار، حتى أتكلم لك بجدية، لا يسمح بتوقيع العقد وقد أحيلت كل الشروط له إلا بوجود ضامن سياسي. وعندما ذكر هذا الضامن السياسي المسيطر على الأنبار ذهب إليه إلى مجلس النواب وقال له: سأكون لك ضامنا، لكن اذهب إلى مدير مكتبي. وعندما ذهب إلى مدير المكتب وجد التفاوض يصل إلى أن يأخذون من الأرباح 70%، وبالتالي 30% له ولشريكه. هذا هو أصل الفساد الذي يرعاه السوداني. بقاء الوزارات ضمن الضامن السياسي هي أكبر فساد ينخر مؤسسات الدولة ووزاراتها بشكل واضح تماما، وإلى هذه اللحظة يسيرون على هذا النحو. نعم، لا يوجد هناك قانون علني، لكن بواقع الأعمال لا يوجد هناك أي عمل لأي وزارة، أو لا يمكن أن تشرع في أي عمل لأي إلا أن يكون هناك ضامنا سياسيا، أي مشاركا سياسيا لهذا التاجر إذا جاء من خارج الأحزاب أو جاء من خارج الحصص. ولذلك عندما نرى عمليات الابتزاز، الآن أذكر لك قضية ولا أريد أن أذكر اسم السياسي حتى لا أحرجكم. سياسي الآن ذهب إلى الحج وتم رصد المبالغ الذي أخذها بطريقة الجباية من بعض رجال الأعمال والوزارات، وصلت إلى 12 مليون دولار. الآن هو متورط، لا يستطيع ترك الحج لأن لا توجد طيران حتى يرجع، ومتخوف من أن يتم أخذ من هذه الأموال من بعض الأطراف الذي وضعت إليهم الأموال عندهم. لذلك حقيقة هؤلاء الأطراف السياسية يمتهنون اللصوصية في سرقة الوزارات. فالسوداني لم يقدم إلا مزيد من السرقات، ولذلك هو يستخدم المال العام والموازنة والتوظيف لغرض الانتخابات مجالس المحافظات لحزبه وتياره الفرقتين. لذلك هو عندما يعشعش الفساد عليه
تجده حقيقة يذهب إلى عمليات التزويق وإلى عمليات البهرجة. ابتدأ بكأس الخليج الذي أشرت إليه، لكن عندما نجد أن وزارة الشباب والرياضة وحدها قد صرفت على كأس الخليج في البصرة بمدة محدودة أكثر من 10 مليون دولار، طيب ما هذه المبالغ؟ الجمهور يأتي، هو كل منجز يعني هو في ظاهره منجز، ولكن في باطنه باب عظيمة من أبواب الفساد. ولذلك البصرة لو هذا المبلغ 10 مليون دولار بني فيها مستشفى بسيط سريع لمعالجة السرطانات المنتشرة والمخيفة في البصرة لكان أفضل بكثير، لكن لأن هذا المستشفى يمكن أن يسلط الضوء على قلة الأموال ذهبوا باتجاه سرقة مليارات أو ملايين الدولارات من خلال كأس الخليج لصالحهم. أستاذ مصطفى، دائما ما تسوق السلطة لنفسها أنها الفارس المغوار للدفاع عن حقوق الشعب ضد سطوة يعني الجهة المسلحة وجهة سياسية التي تكوش على كل شيء إن صح التعبير، التي تسيطر وتستحوذ على كل مفاصل الدولة. هل استطاعت فعلا حكومة السوداني، عندما نقول أنها حكومة ناجحة وتختلف عن سابقاتها، وأن العراق في زمن هذه الحكومة سوف يتحول إلى مكان آخر يختلف عن الزمن الماضي من 20 سنة وإلى الآن، يعني هل نجحت فعلا؟ هل تستطيع أن تخرج عن ثوب الأحزاب وسلطة وسطوة الأحزاب التي هي منبثقة من الإطار التنسيقي؟ يعني علينا أن لا ننسى أن هذه السلطة ابتداء تشكلت بناء على أوامر ميليشياوية، أهمها ميليشيات عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، ميليشيات حزب الدعوة وإلى آخره، ولم تتشكل أيضا إلا بعد انسحاب ميليشيات التيار الصدري من السلطة التي هي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي لم يذهب إليها معظم العراقيين، وكانت فضيحة حقيقية للمشروع السياسي الاحتلالي. هذا يعني تشكيل هذه الميليشيات الأساسية التي قلنا عنها، عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وبدر وميليشيات حزب الدعوة، تشكيل هذه السلطة بناء على أوامر هذه الميليشيات يعني أن هذه السلطة هي سلطة ميليشياوية بالكامل. طبعا يعني وهي موجودة في كل مفاصل السلطة التشريعية والتنفيذية وإلى آخره. السلطات السابقة طبعا كانت موجودة فيها هذا الوجود الميليشياوي موجود أيضا بكثرة، ولكن هذه السلطة تمثلهم بشكل صارخ، والسوداني لا يستحي من القول أنه، وهو يعبر يعني بصدق أنه هو مرشح الإطار التنسيقي، وبالتالي هو يعمل في إطار هذا الإطار التنسيقي وتوجيهات هذا الإطار التنسيقي. وإذا تلاحظ حضرتك هو يحضر دائما اجتماعات يقيمها الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي الميليشياوي في الحقيقة هو الضامن الوحيد لهذه، الضامن الداخلي الوحيد لهذه السلطة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هذه السلطة لا يمكن أن تقيم دولة حقيقية بأي شكل من الأشكال، هي يمكن أن تقيم ولا بأي نسبة من النسب، هي ممكن أن تقيم كيان. هذا الموجود الآن هو كيان وليس دولة. هناك فرق هائل بين دولة مؤسسات وكيان ميليشيات، هناك فرق هائل بين دولة تحقق المواطنة لمواطنيها وكيان ينشر أو همه الأول والأخير هو إشاعة التمييز الطائفي والتمييز العنصري وتحقيق سلطته بناء على هذا التمييز. هناك فرق هائل بين دولة يسود فيها القانون وكيان قائم على الظلم وينشر الظلم بين أبناء الشعب. بالتالي هذه الفوارق الهائلة التي قلنا أنها بين الدولة والكيان تجعل من المستحيل قيام دولة حقيقية في العراق. وجود هذه الميليشيات وسيطرتها على كل مناحي الحياة اليومية في العراق وكل مفرداتها لا يمكن أن يعني أن نقول أن هذه دولة ولا طيب. ولا شيء يشبه الدولة. طيب. هذه محاولة، شوف يعني أنا أعتقد أن محاولة تقديم محمد شياع السوداني على أنه رئيس وزراء حقيقي للعراق هذه محاولة مضحكة
ومبكية في نفس الوقت. يعني محاولة مأساوية، هذه يعني أنا أستخدم هذا التعبير، هذه عملية تزويق لأغراض التسويق، وهذه المرة يعني عملية التزويق يجري فيها استخدام كل مستحضرات التجميل، مساحيق، مراهم، وأيضا وهذا هو الأهم أن هذه عملية التزويق هذه تقوم بها جهات محلية وجهات عربية وجهات إقليمية. إذن هناك مصالح أيضا وراء هذا التزويق. نعم وجهات دولية، وهي كلها تلبية لأوامر أمريكية وإيرانية، وليس وتحقيقا لمصالح هذه الجهات وأمريكا وإيران، مصالح الجهات العربية والإقليمية والدولية التي تزوق وتسوق، وهي كلها بالضد من مصالح شعب العراق. ذكرت نقطة مهمة جدا، أنتقل سيد عبد القادر انطلاقا منها. سيد عبد القادر، طبعا لا نتحدث عن البنى التحتية الزراعية، البنى التحتية في المياه، في قطاع الصناعة، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، ولكن هنا نجتزئ نقطة وهو قطاع الكهرباء. هنا ذكر أستاذ مصطفى بأن هناك تزويق إقليمي أو دولي لحكومة السوداني، وهنا يوحي إلى أن هناك مصالح إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه الحالة. لنأخذ حالة الكهرباء، كثير من الخبراء يتحدثون إذا أردت أن تحقق النهضة والتنمية في أي بلد عليك أن توفر الكهرباء. في العراق الكهرباء لم توفر منذ عام 2003 إلى الآن، سوى يعني تأتي متقطعة وتستحوذ المولدات الأهلية على أموال العراقيين بالكامل. عندما يتحدث مسؤول في الكهرباء أن نحو ملياري دولار كل شهر تدفع العوائل العراقية لهذه لأصحاب المولدات الأهلية، هذا الأمر أيضا يدفع لعقد صفقات لشراء الكهرباء من دول مجاورة للعراق. في هذه النقطة، نقطة التزويق أو التسويق لحكومة السوداني، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل ثمة علاقة بذلك؟ من مصلحته أن يسوق إقليميا أو دوليا لحكومة السوداني في العراق؟ كل المستفيدين ماليا وتجاريا من حكومة السوداني والحكومات السابقة سيزوقون لهذه العملية السياسية وتحديدا للسوداني. يعني هل تظن أن وسائل إعلام إيرانية والأجنحة الإعلامية المرتبطة فيها في العراق، في لبنان، في سوريا، تأثيراتها من خلال المحللين يرتبطون بالمخابرات الإيرانية في بعض وسائل الإعلام العربية، هل تظن أن إيران لا تدفع بهؤلاء ليمدحوا حكومة السوداني وهم قد سدد لهم السوداني جميع المبالغ المستحقة للغاز؟ هل تظن أن الإيرانيين عندما يرتفع عملية تصدير الغاز من 15 ألف متر مكعب شهريا إلى 45 أو 50 ألف بأكثر من 100%، هل تظن أن هؤلاء الإيرانيون لا يتم الدفع باتجاه تزويق السوداني وتجميل حكومته بالوسائل الإعلام المرتبطة أو لا يدفعون بدعمه؟ بالتأكيد يعني القاعدة الأمنية إذا أردت أن تبحث عن القاتل فتش على المستفيد، المستفيد من حكومة السوداني هؤلاء، لذلك حقيقة يضغطون باتجاه بقائه ويضغطون باتجاه دعمه حتى يتم الحصول على أكثر عدد ممكن من ميزانية العراق المالية. وإلا فإن قطاع الكهرباء من 2003 إلى يومنا هذا صرف عليه 82 مليار دولار. هل يمكن لعاقل أن يقول أن ربما بكهرباء مبالغ عالية؟ العراقيون ينفقون شهرياً 2 مليون دولار على المولدات الأهلية. هؤلاء الذين يكتسبون من السياسيين أو من تجار المولدات الأهلية في العراق، هؤلاء ألا يزوغون للسوداني حتى يبقى المولدات الأهلية تستنزف الميزانية الاقتصادية للمواطن العراقي المضطر إليها إجباراً؟ بالتأكيد سيزوغون. إذن هناك عوامل مستفيدة وفاسدين مستفيدين من حكومة السوداني ومن الإطار التنسيقي سيزوغون لهذه الحكومة من أجل الوصول إلى مآربهم الفاسدة والاستمرار في سرقة المال العراقي بشكل واضح. جزيلاً أستاذ عبد القادر النايل. أستاذ مصطفى، أخيراً في أقل من دقيقة لو سمحت،
يعني عندما تتحدث وزارة الكهرباء على سبيل المثال بأن هناك مشكلة، من الذي سيحلها؟ المواطن؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن مشكلة الكهرباء فقط. مشكلة لا. الكهرباء هذه مشكلة مزمنة ومعروف يعني أسباب هذا الإشكال المزمن. أنا أريد أن أقول أن الإشارة المهمة التي تحدث بها الدكتور النايل وهي عملية المستفيدين طيب. من عملية التسويق والتزويق، أنا أريد أن أتحدث عن أو أشير إلى الأوامر الأمريكية والإيرانية التي تستوجب التسويق وقبله التزويق لهذه السلطة. وختاماً يعني نبارك لشعبنا في العراق وفي الأمة العربية والإسلامية قرب حلول عيد الأضحى المبارك يوم غد إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة وفاتحة لإنجازات كبيرة ورحمة لشهداء العراق والفرج لدعائنا لله تعالى بأن يفرج عن أسرانا في السجون والمعتقلات آمين. في كل مكان. آمين. وكل عام وأنتم بخير ضيوفي الكرام ومشاهدينا الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر، ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وكل عام وأنتم بخير.